أعزائي المشاهدين، النهاردة حلقة جديدة من برنامج ساعة مع دودي. هنتكلم عن كل ما يخص المرأة من الجمال والموضة وكمان الفن. هنطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيوف حلقتنا النهاردة. رجعنا لكم بعد الفاصل وبنرحب بضيوف الحلقة، الفنانة أنوشكا مجدي والفنانة الصاعدة إيريني مجدي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بحضرتك. الفنانة أنوشكا، ممكن تعرفينا دخلتي المجال الفني إزاي؟ مساء الخير. أنا بحب التمثيل من زمان، من صغري يعني، بس بصراحة ما كانش عندي الجرأة ان انا اخش التمثيل. بس طبعا لما حد كلمني على ايريني وكده، لما قدمت لايريني في ناس كتير قالت لي ان انت وشك سينمائي وتنفع ان انت تخش التمثيل وكده. بس فانا شجعت في الموضوع ده ودخلته. ان شاء الله. يا رب يخليك. ميرسي ايريني حبيبتي. ممكن تقولي لي كم سنة عمرك ودخلتي المجال التمثيل ازاي؟ انا عندي 11 سنة ودخلت التمثيل. انا كنت حابة اني ادخل التمثيل، فقلت لماما، وماما قالت لي انا هشوف. فانا شفت وفي حد عرض عليها اني انا امثل، وهي وافقت دخلتني برنامج مع مستر بيبو، وكان ده اول عمل ليا. ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بتكون ناجحه اكثر واكثر. حبيبتي. ونرجع لأنوشكا تاني، مين من الفنانين بيكون قدوه ليكي؟ القدوه ليا الفنان واستاذي محمد صبحي، انا بحبه جدا جدا لان انا بحب المسرح قوي. وعندي برضك الفنانه الجميله نبيل عبيد. طبعا تحياتنا. الفنانة دي بجد قدمت حاجات كتير، من كل فنها أنا بحبه يعني، بحب طريقتها، بحب أسلوبها في الفن. شيرهان الفنانة الجميلة الاستعراضية أنا بموت فيها وبعشقها طبعا، تحياتي ليها. بس ونفسي بقى أبقى حاجة يعني، حتى لو نقطة منهم، بس أكون حاجة أوصل رسالة زيهم. إن شاء الله. يا رب يخليك. إيريني بتحبي مين من الفنانين ومين هو اللي قدوة ليكي يكون؟ أنا بحب الفنانة نيلي كريم. حلو. وقدوة ليا طبعا هي مامتي. إن شاء الله ربنا يحفظها لك. نرجع تاني لأنوشكا، ايه سبب حبك في اسم أنوشكا؟ هو مش سبب حبي في أنوشكا قد ما هو اني حد يعني شافني كتير فكان بيشبهني بالفنانة أنوشكا. طبعا تحياتي ليها. كان دايما يقول لي انت أنوشكا، مش اسمك الحقيقي ده يعني، سيبك بقى منه وانا هسميكي باسم أنوشكا مجدي. فاللقب ده طلع عليا بمسافة ما دخلت مثلا التمثيل. أريني حبيبتي، بتحبي مين تتكملي في التمثيل، أو ولا عايزة تبقي حاجة تانية بجانب التمثيل؟ لا، أنا عايزة أكمل في التمثيل. يا رب.
الفنانة أنوشكا، ممكن نسأل حضرتك دخلتي المجال الفني إزاي؟ انا هقول لك انا دخلت ازاي بطريقه، يعني انا دخلته بنتي بطريقه بنتي عن طريق بنتي بصراحه، بس انا كنت حابه المجال من بدري. طلعت في كاميرا خفيه من 2008 مثلا مع احمد الخشاب، كان اسمه التاكسي. بس خلاص يعني ايه اللي هو اهملت ان انا ما كملش يعني. لما تقدم لقريني برنامج انا جريت بصراحة لان انا حابة المجال ده، فلما ما لقيتهوش فيا قلت اما احطه في بنتي بصراحة. لما رحت البرنامج قابلت هناك ممثلين ومخرج، قال لي انتي ليه مش بتمثلي؟ ضحكت شويه اللي هو ازاي يعني امثل، ما خلاص بقى انا اتجوزت الكلام ده كله. قال لي لا طبعا انت لو حابه ان انت تمثلي انا هقف جنبك كده. وفعلا دخلت الفن. ان شاء الله ربنا يا رب يوفقك. يخليك. تمثيل إيريني حبيبتي، عندك كام سنه؟ عندي 11 سنه. زين، ممكن تفهميني دخلتي مجال التمثيل ازاي؟ أنا دخلت مجال التمثيل عن طريق ماما. لما جالي برنامج مع مستر بيبو، كنت داخلة مذيعة بس ما كنتش شايفة نفسي في الإذاعة، فقلت لماما لا يا ماما أنا عايزة أدخل تمثيل. ماما شافت لي الموضوع ده، لما شافته كان أول أعمالي خالص سوبر ميرو، طبعا غير الإذاعة. انت حبيت التمثيل ولا كان هواية عندك اكتر من اي حاجة؟ لا حبيت التمثيل قوي. هي حبته، وكمان في حاجة ان هي دايما كانت تمثل في البيت، يعني على طول يا بنتي دايما تمثلني كده. طب ممكن تعملوا لنا مشهد مع بعض؟ تيجي نعمل المشهد بتاع منار اخر النهار؟ لا انا مش حافظه. طب ايه نعمل انهي مشهد؟ المتوتر. اعملي مشهد اللي انت حافظه. طب يلا المتوتر. ماشي يلا. بفتحة بي بقرطف، بكسرة بي بإيدي، بضم بومة بومة في طبخي. يا ناسية اللي هنا، يا ناسية اللي هنا ردوا عليا. يا بت يا موكوسة منك ليه، اروح افتح الباب. ايه ده يا حبيبتي، دي بسبوسة ولا كنا فاكرة؟ اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ازيك يا حبيبتي، نورتي الحارة. ده نقولك والله العظيم يا حبيبتي انتي. انت اسمك ايه بقى يا حبيبتي؟ انا اسمي مترت. وانا اسمي منار اخر النهار. طب ولا خلص النهار كده من اول. يخرب بيت فقرك يا مترت. انت بقى يا حبيبتي جايه منين؟ من اي بلد يعني؟ انا جايه من السعوديه. يا لهوي، وجايه في الحاره المنوره دي. طيب اوكي حلو. طب انوشكا، ممكن تعرفينا مين من الفنانين بيكون قدوة ليكي؟ انا الاستاذة الفنانة الجميلة نبيلة عبيد، تحياتنا ليها حبيبتي. والفنان الجميل محمد صبحي. زين، ممكن تكلميني عن اعمال الفنانة نبيلة عبيد؟ انا يعني اكتر شيء جذبت. اكتر شيء بحب امثل يعني، ولا امثل لا منها يعني دور، اعمال ولا اللي بتحبيها اكتر شيء. المرأة والسطور، وبحب لها فيلم توتو جدا، يعني حاجة كده ممكن امثل لك منها مشاهد. ممكن تشوفينا مشهد منه؟ بحب لها المشهد بتاع محروس لما طب اقوله لك احسن. اوكي. اقوله لك احسن. بطني كريمة أوجع، أكا أكا
فلوس، عبيه، قهوه. بحب لها الحته دي قوي لما راحت للحجه يعني كده. وكمان الفنان محمد صبحي تحياتنا له. ممكن تكلمينا عن اعمال الفنان محمد صبحي؟ محمد صبحي الفنان الجميل استاذ. انا بحب له كل حاجه بصراحه، لان انا بحب المسرح جدا. بحب وقفه المسرح، ممثله مسرح. يعني انا لما بطلع على المسرح كنت الاول بخاف منه جدا، لقيته سهل بالنسبه لي. فانا اكتر حد كان بيقف على المسرح وبيعجبني بصراحه هو الاستاذ الفنان الجميل محمد صبحي. تحياتنا لي مره ثانيه حبيبتي. بس ف يعني انا بحب له مسرحيه الجوكر، بحب له يوميات ونيس. خلينا مع ايريني نسالها نفس السؤال، بتحبي مين من الفنانين ومين هو القدوة اللي يكون ليكي أكتر؟ أنا بحب الفنانة نيلي كريم، والقدوة بصراحة ليا هي أولهم طبعا مامتي، لأن هي اللي دخلتني مجال التمثيل، وبابا. طب نيلي كريم بتعرفي عمل من أعمالها؟ هو بصراحة أنا عارفة بس مش فاكرة، لأني بقالي كتير متفرجتش عليها طبعا. طب نرجع لك يا نوشكا، ايه سبب حبك في اسم انوشكا؟ سبب حبي في انوشكا، انا كنت في لقاء وفي مخرج يعني هناك قابلني وقال لي انت لايق عليكي جدا اسم انوشكا. يعني استغربت الاسم بصراحه شويه، قال لي لا انت، انا شايفك انوشكا، مش عارف يعني مستغرب اسمك على وشك. فقلت له طيب ايه؟ قال لي طب جربي كده لما حد يسالك انت اسمك ايه قولي انوشكا كده. فابتديت ان انا اعمل فعلا كده، لقيت الناس كلها مستقبله اسم انوشكا جدا فيا، وابتديت ان انا اتماشى معاه بصراحه، وحبيته جدا، وحسيته ان هو انا انوشكا مش الاسم الاولاني طبعا. ان شاء الله حبيبتي. نرجع ايريني، ايرين تحبي تكملي في التمثيل ولا عاوزه تبقي حاجه تانية؟ لا هو انا عايزه طبعا اكمل في التمثيل، بس عايزه بقى حاجه تانية جنب التمثيل. زي انا بصراحه انا نفسي ابقى ممثله كبيره، وكمان ابقى محاميه في نفس الوقت، مش عارفه ازاي بس انا عايزه اعمل كده. يا رب سن وقت ربنا. نرجع لانوشكا، انوشكا كلمينا عن اعمالك الفنيه، اكيد ليكي اعمال فنيه يعني سابقه ممكن. وهل في تواجد اعمال جديده في رمضان؟ ان شاء الله في حاجات في رمضان، بس طبعا مش هينفع ان انا اقول عليها دلوقتي عشان نخليها مفاجأة ليهم للجمهور. أنا أعمالي عملت ثلاث مسرحيات، منهم مسرحية وجع الروح، ومنهم مسرحية للمهرجان كان كبير عن الإعاقة الذهنية، اسمه كلنا واحد. وكنت عاملة فيلم على اليوتيوب اسمه رحلة حياة، ولسه عاملة فيلم لسه نازل امبارح. كان دورك ايه في رحلة حياة؟ رحلة حياة كنت بنت ليل. وفي فيلم كان لسه امبارح نازل على الأونتي وان. زين، انت ممكن ايه الادوار اللي بتحبيها تكوني فيها دائما في الفيلم؟ لا يعني اكيد في دور معين انت بتحبيه. بصي انا لا، مش في دور معين. لا بداخلك تحبي، يعني انت بتحبي تمثلي هذا الدور، اي دور اكتر؟ انا بحب الصعيدي والفلاحي جدا، يعني قولي لي ازاي مش عارفه، بس انا بحبهم جدا. بس انا مش بحب ان حد يحطني في اطار معين، لان انا ممثله
بحب اعمل كل الادوار. طب انت مثلتي يعني هذا الدور ولا اللي هو دور الفلاحي، الفلاحي او الصعيدي؟ اي اعمل لك، بس كان على مسرح طبعا، كنت عامله. هناخد فاصل ونرجع مره ثانيه للحلقه. ورجعنا لكم بعد الفاصل، بنرحب بالضيوف مرة تانية. الفنانة أنوشكا، ممكن أنت تكلمتي عن دور الأعمال اللي بتحبيها زي الصعيدي، ممكن تدينا حاجة من الدور أو تعمليه؟ بحب الفلاحي والصعيدي، أنا ممكن أديك حاجة فلاحي شوية عشان أنا برضك في الصعيدي والفلاحي مكسر، يعني هتلاقيهم داخلين مع بعض كده. ممكن تعملي لنا مشهد؟ طبعا. انا كنت عامله مشهد قبل كده عن بوابه فلاحه، روشه شويه يعني. يا بارقه انت، يا بارقه انت يا خوي، انا عامله لك المناكير والباديكير وش اليوم في شعري. ايوه يا خوب، انت بقى يا زفت، انت يا زفت يا بركي، انت جيت يا خوي، اسم الله عليك، ايه رأيك فيي؟ حلوة ولا حلوة؟ انت يا ولد، ايه رأيك يا خوي؟ ما تجوب، حلوة يا ولد؟ حلوة. حلوة جدا، حلوة قوي قوي قوي. صدق يا ولد، انا رحت عند الحلاق بندق وعملت لك شنيور في شعري وعملت لك مكياج ووجهي وعملت لك لاكور في ضوافري. خلاص. ممكن نسألك سؤال فنانة أنوشكا؟ في أي مسلسل حبيتي صعيدي أو مثله فنان وجاب الدور يعني دور تمام؟ زي مين يعني؟ سميحة أيوب. في أي مسلسل؟ ضوء الشرد، كانت فظيعة، كانت جميلة جدا 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 لدرجة إن أنا ما حسيتهاش بتمثل، لأ دي 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 بلدها، ده مكانها. هي على قد ما هي كانت قوية، على قد ما هي كانت طيبة. وبرضك في فنانة تانية هدى سلطان في مسلسل، كان في يوسف شعبان، مش فاكرة الاسم بالظبط، بس كانت برضك الوتد. عاوزة اقولك كانت جبارة، كانت ست وراجل، وبصي كانت ام وكانت اخت. بصي انا نفسي اعمل دور من الادوار دي بجد. بحب الادوار الصعبه جدا، ان الادوار الصعبه هي دي اللي هتثبتك ان انت فنانه ولا لا. انت في ممكن حد عرض عليكي انك تعملي هيك دور؟
بصي، هو في حد عرض عليا لسه امبارح ان انا هعمل مسلسل، يعني كل يوم حلقة. فيا ريت يبقى منهم دور من دول، يعني حاجة سعودية كده. بجد بتمنى، بتمنى بجد. أكيد لما يكون المسلسل متنوع أكيد راح يكون في حلقات صعيدة. يا رب يا رب يا رب. إيرين يا حبيبتي، أنتي تكلمتي عن حبك للتمثيل وحبك لجانب آخر اللي هو المحاماة، فمين من الفنانين اللي تجسد شخصية المحاماة اللي حبيتيها في التمثيل؟ مين من الفنانين؟ الفنان هاني رمزي، والفنان أحمد. تمام. هم دول اللي خلوكي انه تشوفين موضوع التمثيل في المحاماة وحبيتيه اكثر؟ خلوني احب الاتنين، لانهم كانوا بيمثلوا الدور شكله جميل، وكمان في نفس الوقت بيدافعوا عن الحق، فانا حبيت الحاجات دي، عشان كده قررت المهنتين دول. يا حبيبتي ان شاء الله تكوني محامية وبتعملي دور المحاماة عزة. ميرسي. نرجع لأنوشكا. أنوشكا، حابة أسألك ايش قد حبك، يعني قد ايه حبك للمسرح؟ حبي انت للمسرح. تكلمتي عن المسرح طبعا. وأكيد من مواهبك أيضا المسرح، فحابة أعرف مدى حبك ليه. احكي لك موقف عن المسرح. أكيد. كنت عامله مسرحيه من قيمه، يعني كان يوم الخميس اللي فات ده، مسرحيه كان دوري المفروض ان انا رايحه بسند، يعني حاجه كده، يعني بسند دور يعني. فخلاص الدور بتاعي خلص، فما عملتش اللي هو ما خدتش السوكسي بتاعي مع من الجمهور. رحت عملت ايه؟ رحت ما رضيتش اطلع من المسرح غير لما اخد السوكسي بتاعي. بحبه جدا طبعا، زين ما ممكن اقدرش. تعملي لنا مشهد من المسرح اللي انتي، او من الاعمال اللي انتي سويتها، او اي مشهد انتي بتحبيه. مشهد الإعاقة الذهنية بحبه جدا، لأني صاحب المهرجان نفسه، أو اللي كان ماسك المهرجان نفسه، اتصل بيا وقال لي يا أنوشكا أنتي أكتر حد خد الدرجات النهائية بتاعت المسرح، 95% من المسرح، لأني أنا أقنعت الجمهور كله إن أنا معاقة فعلا حقيقي. الناس كلها كانت فاكراني انا من الناس المعاقة ذهنيا، يعني محدش صدقني خالص ان انا ممثلة. فانا ممكن اعمل لك الدور بتاع، يعني اقول لك حتة كده من الدور بتاعي. اوكي اعملي لنا اي انا احكي لك الاول هي بتحكي عن ايه، لان علشان توصل لك يعني ان انا بعمل ايه. دي كانت بتحكي عن ايه، وبعدين اعملي لنا مشهد ولو صغير. يا رب يرحمها. دي كانت بنت كبيرة في السن، المفروض واقفة في حياة اخواتها البنات ان هم ما يتجوزوش. البنت دي معاقة ذهنيا، بس اللي كان بيعطف عليها كان مامتها فقط لا غير، ما كانش ولا اخواتها ولا باباها ولا اي حد من الناس اللي حواليها حابينها في حياتهم. فطبعا كانت اختي جايلها عريس، المفروض ان اختي جايلها عريس وانا مخرجش من الاوضه بتاعتي، على اساس ان هم يغطوا يعني ان عندهم حد معاق. انا في الوقت ده طلعت، وطبعا ابتديت ان انا اخوفهم ان هم يخافوا مني. انا اعمل لك المشهد بقى اللي هو ده، أوكي. اللي هو المفروض ان انا داخله سامعه بقى ان اختي جايه لها عريس ومبسوطه جدا وفرحانه، فانا طالعه ايه بيت بيت لوسا ليس ماما بيبتي مامتي حبيبتي لوس ليس
مامتي بيبتي لوزة بيت انت بيت. المفروض ان انا بابايا بيزعق لي اللي هو دي ايه اللي طلعها هنا دخلوها جوه الكلام ده كله، فانا اقول له انت احش بيت، انت احش بيت، احش احش. طبعا انا بحب المسرح جدا، واللي انا عملته ده يعني كانت نبذة صغيرة من اللي انا عملته على المسرح. شاءالله بالتوفيق. حبيبتي يا اريني، ممكن اسألك سؤال؟ اكيد انت بتحبي كل الممثلين، لكن في ممثلين من زي سنك، فممكن تكلميني اي ممثلة او ممثل بتحبيه زي سنك؟ انا بحب الفنانة منى عرفة. اي فيلم بتحبي ليهم؟ بحب فيلم مطب صناعي اللي مثلته مع احمد حلمي. بس منى عرفة وبعد مين بتحبي؟ وجنى. هناخد فاصل ونرجع مرة تانية للحلقة. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبنرحب بضيوف الحلقة: أصغر بنوتة موديل، بنت النيل، بنت النوبة، معانا الطفلة حالة. حالة حبيبتي ازيك؟ ومعانا الأستاذة سالي محمد، خالة الطفلة حالة. أهلا فيكم. طب يا أستاذة سالي، عاوزين نعرف منك ازاي دخلت حالة مجال الإعلانات؟ حالة أول حاجة خالص كان عندها سنتين ونص، كانت بتصور سيشن عادي، فمامتها نزلت السيشن على الفيسبوك، فطبعا اصحاب مامتها شافوا السيشن واكتشفوا فيها الموهبه بالظبط كده. فكان حد كان هي مامتها تعرف حد في السوشيال ميديا، فشاف حالة وعجب بيها، فقال لها أنا عايزها في إعلان معايا. وفعلا طلعت في إعلان، لأن أول حاجة صورها كان في إعلان مع الممثلة نجلاء بدر. وبعد كده بقى حالة الناس كلها عرفتها من الإعلان. طب يا حالة يا حالة، انت كلمينا عن نفسك، اسمك ايه؟ حالة. حالة شو؟ حالة الوغيل. بتحبي الموضة؟ بتحبي بتكوني موديل؟ كلميني شوية عن نفسك بعد. بتحبي ايه؟ حلو. بتروحي المدرسة وانتي شاطرة يا حبيبتي. شو؟ علي صوتك. عندها مزمنزيه. اه مزمنزيه. وبعد بتحبي ايه؟ ما اروح. تحبي تروحي المدرسه؟ وتحبي ايه تاني؟ احب السباحه. وايه تاني؟ بحب اعوم. بتعوم. ما بتحبيش تكوني ممثله؟ اه بحب. لما بتكبري بتكوني ممثله يا حبيبتي؟ طب ست سالي. سالي بتبقى خالته؟ بتحبيها كتير؟ اه.
حبيبتي. ازاي اكتشفتوا فيها الموهبة اكتر شيء يعني؟ لما بقول لحضرتك هي الصور بتاعتها لما بتنزلها على الفيسبوك والانستجرام فالناس بتشوف الصور بتاعتها لها. طبعا هي جميلة جدا. شافوها ان هي مختلفة، فيها حاجة مختلفة عن بقية البنات التانية، فابتدت من هنا بقى تصور ملابس برادات، وطلعت مع أستاذ خالد جواد في قناة على اليوتيوب. طب يا أستاذة سالي، إيه هي أهم الإعلانات اللي ظهرت فيها حالة؟ هي حاليا دلوقتي طلعت في إعلانين بس الباقي تصوير براندات. طب بناخد فاصل وخلينا نشوف براندات وفيديوهات حلا، وبعدها نرجع نتواصل مع الحلقة. في ايدين بترسم مستقبل بلد، في ناس كتير قاعدة لسه مستنية دورها في العلاج، طول عمرنا بنحب الخير، ربنا طول الوقت مسخر ناس تساعد ناس وتقف جنبهم. في ناس كتير بيبقى نفسها تساعد غيرها، بس للأسف بتيجي لحظة ما بيقدرش يعمل أي حاجة. بتسأل هو مستني ليه؟ مش ناقص كفاءة، ناقص إمكانيات. كلنا بنبقى محتاجين الحضن الدافي والايدين الحنينة. مفيش في الدنيا حاجة أسمى من إنك تقف جنب إنسان في محنته. في حياتنا هم الظهر والسند، فإحنا لازم نشيل الحمل عنهم. بمبادرة كل المصريين نقدر نجيب بيها أجهزة تسد العجز. مد ايدك لينا وساعدنا وساعد كل المصريين. هو عامل ايه؟ ده نار. هتاكلي دي ولا مش هتاكليها؟ انا احب اللعب. قولي لي تاخدي الطبق ده وانتي زعلانه ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ تاخدي الطبق ده ولا الطبق التاني؟ ده ولا الطبق التاني؟ الو؟ وانتي عاملة ايه؟ حلو صح؟ طب هاتي لحظة. لا مش هينا. انا بقى انا مرة. ايوة. حتة واحدة. والله عايز. في طبق اكبر من ده هيجي. هتاكلي ده ولا الطبق الاكبر؟ أكبر. جواها ايه؟ قولي بسرعة جواها ايه؟ سكلت. صح شاطرة. حلو؟ ايه الأحلى؟ ده أحلى ولا ده أحلى؟ ده البقليلة دي؟ ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل حلقتنا مع الطفلة الشقية حالة. حالة؟ انت ليه شقية؟ انت شقية؟ ده بتقول عن نفسها شقية. طب انت عاملة ايه في البيت؟ كويسة. لا بتفرج على الكرتون. بس تتفرجي على الكرتون؟ ما تعمليش مشاكل؟ بتحبي اي كرتون؟ توم وجيري. بس توم وجيري بيعملوا مشاكل وانتي بتقلديهم؟
ابدا. طب يا استاذه سالي كلميني عن حاله في البيت، شقيه وازاي؟ ايوه شقيه، وازاي بتتعاملوا معاها؟ هي حاله في البيت شقيه ودلوعه، وهي دلوعه البيت اصلا كله هي واختها، لان هي البنت الوحيده عندنا في البيت، فمطلعني طبعا هي محبوبه بتنحب، بس هي اجتماعيه جدا. مجنونه دي، زي فيها مجنونه كمان. هلا اجتماعيه جدا جدا، يعني بتحب الناس كلها، يعني والناس كلها بتحبها، بتصاحب على اي حد بسرعه. هي شقيه شويه ودلوعه شويتين، اجتماعيه بس هي اجتماعيه جدا جدا جدا، يعني تشوف اي حد تعرف عليها على طول كانها عارفاها بقالها كتير. يعني حالة انت بتقولي ايه؟ انت عسولة ولا مجنونة؟ مجنونة. ليه؟ انت عسولة وزي القمر. طب يا استاذة سالية، تتمنى تشوفوا حالة يعني فنانة او موديل فاشن وموزة لما تكبر، ولا شو؟ بإذن الله يعني احلى فعلا هي تبقى كده، بس يعني ده يبقى بجانب حاجة تانية، يعني ده يبقى مش الأساس بتاعها. هي يعني تبقى مودلز وتطلع تبقى حاجة وتطلع حاجة كبيرة جدا، بس برضك يبقى ده بجانب حاجة تانية، تبقى هي الحاجة التانية دي الأساسية في حياتها. عاوزيها تخلص دراستها وبتطلع شي، والحياة التانية بتكون فنانة أو موديل. بالظبط صح. طب أستاذة سالية، هي اللي ساندها في حياتها مامتها أكيد، أكيد طبعا، وأنت كمان أكيد، بس طبعا مامتها هي الأساس، هي اللي يعني حابت إن هي تدخلها المجال ده، حابت إن هي تخلي حالها تبقى مختلفة عن أي حد تاني، وهي يعني صراحة تعبت معاها جدا، فهي وصلتها يعني دلوقتي. ان شاء الله بتكون فنانة وموديل. طب دلوقتي ممكن نشوف حلقة حلوة فنية من حلا. يلا يا حلا غني. عربي ولا فرنساوي؟ اوكي. برافو يا حبيبتي. طب مش حافظة شي في العربي؟ أبدا؟ حافظة شي ثاني؟ أي شي؟ مش حافظة أي حاجة ثانية؟ بسم الله بسم الله، أنا نشرب أملا لازم أقول بسم الله بسم الله، أحكى لي تعلم أملا نشرب أملا لازم أقول بسم الله بسم الله بسم الله، أحكى لي تعلم أنا مش بسم الله. طب يا أستاذة سالي، عاوزين نسألك، شفنا في الفترة الأخيرة في مصر ملكة جمال السودان، شايفة لو تعمل مسابقة للأطفال ممكن تبقى حلا تكسب وتاخذ المركز ده؟ طبعا يعني اكيد طبعا، يعني حالة زيها زي اي طفلة تانية، في اطفال كتير جدا نوبيين او اطفال في نفس سنها، وحالة يعني ممكن تكسب بحيث ان هي مميزة، هي استايلها وشعرها ولون بشرتها بيخليها مميزة. وبالفعل كان في مسابقة قبل كده على جروب مامتها مشتركة لها فيه، حالة كسبت المركز الأول، كانت مسابقة عن الكيرلي، شعر الكيرلي، وحالة هي اللي كسبتها. فأكيد طبعا حاجة زي كده، أكيد طبعا إن شاء الله هي تكسبها. طب
طب يا أستاذة سالي، ممكن نشوف حالة بتقدم برنامج للأطفال بعد كده يعني لما بتكبر؟ أكيد طبعاً إن شاء الله، يعني أكيد هتبقى، يعني هي حابة جداً بتبدأ في البيت عندنا بتعمل فيديوهات. صباح الخير، يا أسألهم بتقولي إيه في الفيديوهات؟ بتقولي إيه يا حالة؟ هي عندها صفحة على الفيسبوك بتاعتها، هي بتطلع فيها لايف بتكلم فيها اصحابها. صباح الخير يا اصحابي، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل حاجه جديده. مين بيقول كده؟ مين بيقول كده؟ اتكلمي قولي حاجه صغيره. انت بتعملي ايه وبتقولي ايه لاصحابك؟ يلا. اول ما تفيقي الصبح بتقولي ايه؟ يلا كأنك بتكلمي اصحابي بقى. يلا اصحابك بيشوفوك دلوقتي. طب يا حالة يا عسولة، انت ممكن تحكي لنا حتوتة؟ يلا احكي لنا، حابة ايه؟ حدوتة. حدوتة هيشوفوها اصحابك كلهم. يلا احكي لنا اصحابك بقى. يلا كلميهم، بتقولي لهم ايه؟ كيس. اوكي. يلا احكي. يلا. علي صوتك. كان مكان كان في بنت عمالة كده انسى حالة. ايوه. وسائل برضه. كل الأصحاب بحبهم جدا جدا، وحس سريرة جت تحت في البنت، عارف اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ لبنزة. ولبنزة كان نايمة بس صغيرة، بس واحد بس باباها ومامتها في أوضة، وراحت ايه الشديدة فتحت البلكونة بالروحة وجاية قطعت الزقادار وايه قطفتها ومشت، وايه وعملين يدور عليها ويعيطوا، وراحوا لقوها عفريت كان. ايوه. طب يا حلا يا حبيبتي، بتحبي ذا بويز كيدز؟ ومين بتحبي فيه؟ مين فيه بتحبي؟ بحب كل 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 بحب كل عشان انا ضبوط فيه خالص، عشان كل مره بحضر والعب بيه. وبتحبي بتشاركي فيه؟ طب حافظة ايه؟ اغنية ولا رقصة ولا اي حاجة؟ اغنية ورقصة. يلا اعملي لنا. جم بابا جم ماما جم بتشغل جم جم بابا جم ماما جم بالانجليفون. ايوه. طب بتحبي اغنية يا بنات يا بنات؟ لا. مش حافظاها؟ كل ما بقول لك بتغلط قوليها حتى لو غلط، غنيها، غني اللي بتعرف. يلا 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 قولي. يلا يلا ايوه. بس الحنيه ولا ده الحلويات حلوة الأيام. وفي الختام بحب أشكر ضيوف حلقتنا النهاردة، الأستاذة سالي محمد والطفلة الجميلة حلا. وانتظرونا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ساعة مع